غادة عبد الرازق. غادة عبد الرازق بقى اسمعي من واحد يعرفها كويس رأيه فيها بقى. مين؟ أنا. أي بقى؟ أنا أعرفها كويس جدا. أي بقى؟ غادة دي ملكة الطيبة والجدعنة. أي وأنا هقول لك على حادثة هي هتزعل اللي أنا هقولها. في 2011 لينا زميل كان تعرض لحادثة وبعد الثورة المستشفى مدير المستشفى قال لي أنا مش عارف أكلم مين. أنا والزميل ده كانت فاتورته وصلت لمبلغ كبير يعني تجاوز 50-55 ألف جنيه. والله أنا عملت لها تليفون بعد 5 دقايق كان عندي الشيك لحامله. هذه شهادة حق طبعا، شهادة حق.